كشفت مصادر مسؤولة لماهيندرا لموقع إلترا الجزائر عن جديد العلامة الهندية بعد منع رخص الاستيراد. وكشفت ذات المصدر أن علامة ماهيندرا ستدخل السوق الجزائرية بعد منح التراخيص لوكلاء السيارات وطي ملف استيراد المركبات في الجزائر بتشكيلة جديدة من السيارات النفعية والسياحية وبأسعار معقولة مقارنة بالعلامات الفرنسية والألمانية ابتداء من 140 مليون سنتيم. وسيكون مصنع علامة ماهيندرا الموجود بقصر البخاري بولاية المدية نقطة إطلاق 5 سيارات جديدة على الأقل، وهي سيارة كيو في 100 وإكس يو في 300 وإكس يو في 700 وسكوربيون والسيارة النفعية سكوربيون بيكاب. وأضافت ذات المصدر أن سعر السيارة السياحية لعلامة ماهيندرا ستكون ابتداء من 140 مليون سنتيم، أما بالنسبة للسيارات النفعية فسيكون سعرها ابتداء من 260 مليون سنتيم. يقول المصدر نفسه أن هذه العلامة معروفة لدى الجزائريين وتتميز بكونها سيارة قوية واقتصادية وعملية في الوقت نفسه وتتناسب مع تضاريس البلاد. في هذا السياق يكشف محدثنا عن اختيار ولاية تيزي وزو لاحتضان مشروع خاص بتركيب الجرارات الفلاحية لعلامة ماهيندرا الهندية، واختيرت هذه الولاية لطبيعتها الفلاحية التي تحتاج هذا النوع من المعدات. وفي الأخير للأسف الشديد كل هذه الأخبار والتصريحات مجرد كلام من الوكلاء، وبدون رخص الاستيراد حلم انخفاض أسعار المركبات لن يتحقق في الجزائر. سلام.